37 ملعبا وميدانا وثلاثة أنشطة جديدة هذا الموسم انطلقت في صيف أبوظبي الرياضي في أكثر من 34,000 متر مربع. تنظم مجموعة أدنك عبر شركتها كابيتال 360 لتجارب الفعاليات الموسم الجديد من صيف أبوظبي الرياضي 2024 في مركز أدنك أبوظبي، ويضم العديد من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع كافة أفراد المجتمع لتشجيع هم على اتباع طبعا نمط حياة صحي خلال فصل الصيف. يتيح صيف أبوظبي الرياضي للجمهور حجز 37 ملعب ومضمار على مساحة تزيد عن 34,000 متر مربع. طبعا هالمساحات مساحات مغلقة مكيفة. تساهم فعالية صيف أبوظبي الرياضي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الأنشطة التي تدعم قطاع الرياضة، كما أنها مصممة لتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع في أجواء تتسم بالترفيه والمرح. جينا اليوم لعبنا كرة القدم وفزنا. جيت هنا عشان ألعب كرة قدم وفزنا وراح أرجع مرة ثانية. حبيت أكثر شيء يعني الملعب والمكان، كيف يعني هون كمان استمتعت في اللعب والناس اللي موجودين كمان مع أصحابي والبارنس وكل حدا. مع انطلاق صيف أبوظبي الرياضي طورت مجموعة أدنك تطبيقاً للهاتف المتحرك وموقعاً إلكترونياً يتيحان للزوار الوصول بسهولة إلى المعلومات حول الأنشطة المختلفة. حرصت فرق العمل في مجموعة أدنك ضمان جاهزية الملاعب والمرافق والبنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية استعداداً لاستقبال الجمهور ومحبي الرياضة والعائلات وأيضاً الشركات. طبعاً في سنة 2024 تم إطلاق تطبيق ADSS أبوظبي سمر سبورت لتسهيل حجز الملاعب وتحديد الأوقات المطلوبة. للعام الثالث على التوالي يقدم صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي مساحات رياضية مخصصة للأفراد تتماشى مع جميع مستويات اللياقة البدنية بهدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية وارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة في أنشطتهم الرياضية المفضلة والاستمتاع بها في أماكن مغلقة بعيداً عن حرارة الجو خلال فصل الصيف. تعتبر الدورة الحالية من صيف أبوظبي الرياضي وقتا استثنائي للصحة واللياقة عبر برامج تدريبية متخصصة لجميع أفراد العائلة. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي أبوظبي.